عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى الواجهة مرة أخرى. هذه المرة وقعت الانتهاكات الكويتية من خلال إنشاء حقل نفطي أطلق عليه اسم النوخذة ضمن المياه الإقليمية العراقية، يمتد على مساحة تزيد على 100 كيلومتر مربع، مما يشكل تحديا واضحا لسيادة العراق واستغلالا غير مشروع لثرواته الطبيعية. تنقيب في البحر والمياه الإقليمية العراقية لحفر بئر نفطي يسموه البئر النوخذة، وهذا هو تجاوز صارف وانتهاك للقانون الدولي ولسيادة البلد، على اعتبار أنه احنا لا يوجد ترسيم بحري بيننا وبين دولة الكويت، كان اكو ترسيم بري، وهذا بحد ذاته ترسيم بري. احنا يعني ايضا الرفض لانه تم تحت الاجبار والاكراه، وظل في حكومه غير شرعيه، وكان في حاله حرب بين العراق والكويت. يشكل هذا الاكتشاف انتهاكا واضحا للسياده العراقيه، ويمثل تجاوزا جديدا على الاراضي العراقيه وسط مطالبات بفتح حوار فوري بين البلدين لحل هذه الازمه عبر القنوات الدبلوماسيه، والتاكيد على ضروره احترام الحدود المعترف بها دوليا. وضعف وزارة الخارجية، تكررت الخروقات والاعتداءات، وخصوصا بعد المطالبة وبشدة بعدم تنفيذ حلم العراق والعراقيين هو ميناء الفاو الكبير الذي كان يدور على العراق لو نفذ مليارات الدولارات، ولا وجدت شابا بلا عمل. واليوم شفنا أنه الكويت هي بصدد إنشاء ثلاث جزر على ميناء قصر، فبالنتيجة هذه إذا نفذت فعلا فأقرأ على ميناء قصر السلام. وفي ظل هذه التطورات يتعين على العراق تعزيز قدراته الدفاعية والدبلوماسية لحماية أراضيه ومياهه، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائية.